البواب اللي كيعبر عن موقف مغاير على الشيء اللي سبق وسمعنا. حنا كنتسائلوا الذين يتحركون الان كما تحركوا في 2009، يعني في انتخابات الجماعيه مسؤول كبير في حزب تاسس انذاك نزل بكتامه وجمع الناس وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، ما كاينش اللي تبعكم، زرعوا كي بغيتوا الى غير ذلك. دابا جا نفس الحزب كيقول الطريقه اللي هي قانونيه، دار تجمعات بنفس المنطقه وجمع الناس وجا كيدير مقترح قانون. حنا كنقولوا اودي هذا الموضوع له ابعاد كثيره، ماشي فقط ابعاد غير تشريعيه، عنده ابعاد اقتصاديه وعنده ابعاد اجتماعيه وعنده ابعاد صحيه وعنده ابعاد دبلوماسيه وعنده ابعاد سياسيه. فما يمكنش نجيو نقربوا فقط من الزاويه فيما تقرب الانتخابات لكي نستميل الناخبين هناك نجيو نثيروه. نحن اول من اثار قضيه الشكايات الكاذبه والكيديه واللي كدار في هذه المناطق وللاسف الشديد كتدخل فيها بعض الاجهزه. حنا هاد الفكره كنقول لك ما راهاش ناضجه باش نناقشوها، ملي تنضج عاد نناقشوها، اما اليوم عندها بعد سياسي وانتخابي فقط. واش ما كاينش هناك